أكثر من 244 مشروعا توزعت ما بين قطاعات البنى التحتية والصحة والتربية، أعلنت حكومة المثنى المحلية عن مباشرتها بتنفيذ هذه المشاريع في مختلف مناطق المحافظة ب 244 مشروع بقيمة 700 مليار، ما يصل إلى 700 مليار فيما تبقى من موازنة 2023، وكذلك في جدولها والمشاريع المستمرة. هذه المشاريع إن شاء الله ستكون معالم مهمة، أبرز ما في هذه المشاريع أنها ستكون معنية بخدمة البنى التحتية. مشاريع الصرف الصحي في 5 أقضية مهمة، قضاء الوركاء والنجمي والسوير والهلال والمجد، وأيضا هناك يعني المداخل محافظة المثنى، المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي بحلة جديدة الآن قيد التنفيذ، وهناك مشاريع يعني خدمية، وكذلك مشاريع في قطاع الصحة. جهات حكومية معنية أكدت أن هذه المشاريع ستحقق قفزة نوعية بمستوى الخدمات في جميع مناطق المحافظة، إلى جانب المساهمة بإحداث تنمية اقتصادية وعمرانية وتوفير فرص عمل لأبناء المثنى، بالإضافة لحل أزمة الزخم المروري. هذه المشاريع سوف تحدث فد قفزة نوعية في محافظة المثنى لتطوير المحافظة، وكذلك تشغل عدد كبير من الكادر في محافظة المثنى. سوف تشهد هذه السنة سنة 24 عاما متكاملا للخدمات، بما يشهد إنجاز مشاريع أخرى كمشروع تأهيل المدخل الشمالي للمدينة، وكذلك مجسر الصدرين، وإن شاء الله وجود بعض المشاريع التكميلية لضمن ميزانية تشغيل بلدية السماء. وتبلغ قيمة المشاريع الإجمالية التي تعتزم الحكومة المحلية تنفيذها 700 مليار دينار عراقي، لتكون القيمة الأكبر للمشاريع التي تنفذ بتاريخ المحافظة، بالإضافة لإكمال مشاريع استراتيجية تعذر إنجازها لأكثر من 10 سنوات. من المثنى محمود قاسم، الفرات.